العمر الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العمر الجميل. هل إهلالك يا رمضان، هل إهلالك يا أبو، هكذا يلغون في الشوارع في المحلات القريبة. كيف الناس كانوا يستعدون لرمضان؟ إذا دخل رمضان كأننا إيش بعالم آخر. الاختلاف في أنه يشغل يوم رمضان في النوم في الغالب، التراويح ساعة كاملة، ما هو مثل الحين 20 دقيقة ساعة. فمكنوها منه، وضع مدفعين على الوطات اللي الآن موقع الإسمنت، مدفع باتجاه الشرق ومدفع باتجاه الغرب، معناته إذانا بثبوت ليلة شهر رمضان. كل محراب لهم شوق إلى الليل الطويل.